حياكم الله مشاهدينا. وفي موضوع الحالة الوبائية معنا الآن معالي وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات. حياك الله دكتور نذير. أهلا وسهلا فيك ولكل مشاهدينكم. أهلا فيك دكتور. بداية كيف قرأت اليوم ما بين أمس واليوم ارتفاع يعني عدد الحالات الإيجابية تحديدا وعدد الحالات بشكل عام؟ إلى أين الاتجاه أو هل هناك تخوف حاليا في هذه في اليومين الحاليين؟ إذا لاحظت اليوم هو في زيادة في عدد الفحوصات، وبالتأكيد كان هناك أيضا زيادة بسيطة في عدد الحالات الإيجابية. يمكن مقارنة مع يوم أمس ما في فرق كبير، لكن بالتأكيد أنه على الأقل لا يوجد انخفاض في عدد الحالات، هناك يعني نوع من زيادة بسيطة في نسبة الإيجابيات، وأيضا هناك زيادة بسيطة في عدد الحالات. يعني هذا يجعلنا ننظر للموضوع بطريقة جدية بالتأكيد، ونحن نراقب الوضع وسننتظر الأيام القليلة القادمة كيف تكون المؤشرات سواء بعدد الحالات أو الإيجابية. لكن منلاحظ أيضا الحمد لله عدد الوفيات هي في انخفاض مقارنة، يعني في انخفاض مستمر. نعم. طب دكتور سؤال، هل الموضوع دائما مرتبط فرضا في عدد حالات الدخول وعدد والطاقة الاستيعابية في المستشفيات والأسرة؟ هل هذا هو يعني التخوف من هذا الجانب تحديدا في حال يعني موضوع قرارات إن كان إغلاقات أو إن كان يعني في هذا الاتجاه؟ يعني بالتأكيد استيعابية المستشفيات وقدرات المستشفيات على استيعاب المرضى هو عامل مهم عند اتخاذ أي قرار بالتعامل مع الوباء، ولكن بالتأكيد عدد الوفيات بالنسبة لنا مهم، ويعني حتى عدد دخولات المستشفى والحالات تدخل المستشفى، لأنه هي مؤشر إنه يعني الحالات تدخل المستشفى هي حالات أكثر شدة من الحالات الأخرى. إذا عدد حالات التي تدخل المستشفى، عدد الوفيات ونسبة الإيجابية بالتأكيد هي مؤشرات مهمة. نعم. طيب دكتور، اليوم وأمس شهدنا عودة الطلبة للمدارس، هل هناك متابعة للحالات؟ هل ممكن أن نأخذ تطمينات مهما يعني كان الوضع الوبائي أن يبقى التعليم وجاهي؟ يعني احنا عودة المدارس كان قرار مهم، وكان قرار يعني نسعى جميعا لتحقيق يعني او هدف لتحقيقه، وأعتقد أنه كانت العودة كما تلاحظي عودة جزئية وليست يعني لكافة الطلبة. هي اقتصرت على الصفوف الثلاث الأولى وصفوف التوجيه. يعني لابد من مراقبة الوضع ومراقبة الوضع الوبائي، وكما تعلم هناك تم يعني انفتاح على قطاعات مختلفة ومنها العودة إلى المدارس. إذا سينظر إلى الوضع الوبائي دائما، وهو ما يحدد نعم. الطريق وماذا سيتم عمله في المستقبل نعم. بما يتعلق يعني الإجراءات المتخذة سواء في الجانب الصحي أو غيره. طيب دكتور سؤالي الأخير، هل ما دام ان هناك زياده او بدانا ننظر في الارقام بازدياد، هل معنى هذا ان هذه موجه وان الازدياد يبقى مستمر؟ يعني ليس بالضروره ان تكون موجه، هي يعني في نوع من يعني فلاتن او بلاتوينج للاستقرار الى حد ما وعدم الاستمرار في الانخفاض. يعني بالتأكيد دائما هناك في المنحنى لا يكون دائما في انخفاض مستمر. احنا يعني في كثير من الأحيان يكون في استقرار لفترة معينة ومن ثم يتم يعني الاستمرار في الانخفاض بعد ذلك، ولكن ليس بالضرورة. بالتأكيد نحن ننظر لهذا الموضوع بحذر ونراقبه ونأخذه بجدية، وإن شاء الله يعني أن لا يكون هناك نمط جديد في الارتفاع، ولا نعتقد إن شاء الله أنه في موجة، ومع ذلك دائما نأخذ بعين الاعتبار
الأيام القادمة كيف ستكون الأمور لنكون أكثر دقة في تحديد أين نقف وإلى أين نحن ذاهبين. أشكرك جزيل الشكر دكتور نذير عبادات معالي وزير الصحة، شكرا جزيلا لك. شكرا. يعني الكل ينتظر والكل يتابع ويراقب الآن هذه الحالات، لأنه الزيادة اليوم قد يعني تربك قليلا تخيف، ومدام بدأنا في زيادات مدام الحديث والدول حولنا تتحدث، لذلك الاحتياط مهم، الوقاية مهمة، واجبنا أنه نحاول فعلا نحتاط حتى بشكل شخصي وشكل فردي. للأسف أنه الناس بوضعها الطبيعي تجد أحيانا هناك يعني خاصة في الأمور الاجتماعية الخاصة العائلية، نعم في المؤسسات وفي المحلات هناك التزام، التزام لبس الكمامة أكثر من التزام التباعد، وذلك واضح ومنشوفه منعيش، ولكن الاهتمام بالموضوع بشكل عام والوقاية الصحية هي السلاح الآن، وهي المهم الآن، وهي اللي بتخلينا ما نتجه بهذا الاتجاه. يعني لاحظنا المرة الفترة الصعبة اللي مرينا فيها وما كان فيها إغلاقات، ولكن كان عدد وفيات كبير وإصابات مؤلمة كنا نشاهدها في من حولنا. لذلك نأمل وإن شاء الله أن لا تعود هذه الأمور يعني